مباشرة من خلد مساء الخير. لا شيء محدد المعالم في لبنان، لا شيء واضحا، وكأن الشمس الحارقة لا تشرق على أوضاعنا وملفاتنا وقضايانا، وكأننا لا نعرف سبب الوهن الضارب ولا نضع كل يوم تقريبا الأصبع على الجرح. الليلة نسأل أحد أبرز وجوه السياسة اللبنانية، أحد أحفاد حكام لبنان منذ ما قبل تأسيس هذا البلد بحدوده الحالية، نسأل لماذا يصعب على اللبناني أن يبني دولة أو أن يكون لديه نظام فعال منتج شغال؟ لماذا بعد 27 عاما على نهاية ما عرف بالحرب الأهلية أو الأهلية بمحلية الإقليمية الدولية أو حرب الآخرين على أرضنا، لماذا لدينا حتى الساعة وزارة مهجرين؟ ماذا عن آلية التعيين التي أرجئت اليوم في مجلس الوزراء؟ كيف يعمل هذا المجلس؟ وما هي خريطة الطريق حتى أيار المقبل موعد الانتخابات؟ وكيف ستكون تحالفات أيار 2018؟ إلى أين في الحرب السورية والعلاقة مع دمشق؟ إلى أين في العلاقة مع وليد بيك جملاط ووئام وهاب وأقطاب الدروز؟ ما هو سر بقاء الدروز دائما على قديمهم؟ نسأله أيضا إذا ما أراحته النسبية، وهل تقلقه نفايات الشويفات المجاورة وأيضا نفايات شوف الإقليم الموجودة على الطرقات؟ المير ضيف حلقة الليلة من انترفيوز، ونحن مباشرة معكم من خلد مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساكي. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهاجرين طلال إرسلان، الليلة عنا حكي كتير معك في هذه الحلقة، بس بدي أقول كمان أنه أيضا هنالك إطلالة لسيدة زينة الخليل في ختام هذه الحلقة للإضاءة على جمعية تيتشر تشايلد، طلع حلقة درزية بامتياز، هيك سئبت الليلة. اهلا وسهلا فيك مير. يعني بعد هالغبن اللي حاصل بحق الدروز بهالبلد ماشي الحال، بيطلع لنا هيك شي ساعة ونص الغبن اللي حاصل بحق الدروز او بحق اللبنانيين جميعا، انك تخلق مواطن لبناني اليوم انت مغبون. معك حق. شيء مؤسف. لفتني كثير مقاربتك المقدمة تبع اللي تفضلتي فيها، مقدمة تختصر كثير من أعباء الوضع اللبناني الداخلي وانعكاسات الخارج على الداخل، وبعتبر انه عندي حكي كتير بكل اللي تفضلت فيه. ايه نحن بدنا نعترف انه نحن مش بعد 27 سنة من الحرب، لا نحن صلنا بأزمات متتالية، وكل مالنا عم ننزل نزول بنفق التمييز اللي أنا مصر سميه التمييز العنصري بالبلد. نحن صلنا 160 سنة بالبلد، مش حسبون كتير، 160-170 من 1843 أو 1842 نازلين بشكل مخيف، وأنا بتمنى على اللبنانيين أن يقرأوا تاريخ جيدا، لأنه الحقيقة اللي وصلنا له شيء غير مقبول وغير منطقي، ومن الجريمة إذا حدا بيسكت عنه. رجعت إلى 1842. نعم. إلى جبل لبنان. نعم نعم. إلى عصر الذهب اللي بعد بيشوف للدروز كان يومه. انتبهي، أول شيء بدنا نميز، أنا بطاولة لقاء بعبدة بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللي حصلت من 3 أسابيع المضوا، دخلت على القاعة وسألت سؤال برسم كل الموجودين، هل نحن قادمون على بناء دولة مدنية في لبنان؟ لأنه أنا بعد اللي شفته بممارستي السياسية بثلاثين سنة شايف حالنا، حتى وصولا إلى قانون الانتخاب، حتى وصولا لأي موضوع يتعلق بالإنماء إن كان صغير أو كبير أو شو ما بدك سميه، أنا شايف وضع البلد رايح. منحكي كتير بالإعلام بالطموح الدولة المدنية، بطموح إلغاء الطائفية اللي أنا بعتبرها كذبة كتير كبيرة، ما في شيء اسمه إلغاء طائفية، يا في دولة مدنية يا في دولة طائفية. هيدي اللعب على الكلام، إلغاء الطائفية السياسية
بوجود هالطبقة السياسية ما فيك تلغي الطائفية السياسية لا من النفوس ولا النصوص لأنه كل يوم بذكرك فيها. وبالتالي نحن إذا بدنا نمد شبكة مي بضيعة منلاقي حالنا إن شئنا أما أبينا عم نعملها على قاعدة الستة بستة مكرر. هذا حقيقة وضع معيب فينا بولادنا بمستقبلنا. ما حدا حاسس الهجرة الكبيرة من شباب اللبنانيين اللي فقدوا الأمل من طموح يقدروا يستثمروا بهذا البلد، وهيدي كارثة. وأنا بتذكر المرحوم بي كان عنده محط كلام دايما يقوله الله يساعد البلد اللي ما بيحمل أهله. نحن بهذا البلد، هذا البلد ما بيحمل أهله. نحن صايرين حقيقة نازلين وبدا معالجة جدية وبدا مقاربات مختلفة. وأنا كطلال أرسلان ما في شيء اسمه، وبتمنى على الإعلام يساعدنا بهذا الموضوع، أنا أرفض رفض مطلق ما يسمى بالواقعية السياسية. هيدا كذب على الناس، هيدا تكاذب على الناس، هيدا مش واقع أبدا. شو بتقصد بالواقع؟ الواقعية يعني بيجي حدا بيقول لك قيادات بالبلد ما فينا نعمل هيك لأنه الواقع السياسي ما بيسمح لنا. صرنا على كل محطة بدنا نقدم على أي شيء اسمه إصلاح بقل. عم تحكي عن تأليف مثلا مجلس الشيوخ وغيره لأنه وقتها كان موجود على جدول أعمال هذه الجلسة الشهيرة. كل شيء وأنا مسؤول عن كلامي. كل شيء بالبلد. مش في كذب، في حفلة تكاذب بين اللبنانيين. أنا قلت على طاولة الحوار وهلق لحقولها معك يا عمي، والله مش عيب إنه نصدق مع نفسنا قبل ما نصدق مع العالم. نحن مرتضيين النظام الطائفي بالبلد، خلينا نوقف بكل جرأة أمام اللبنانيين ونقول نعم نحن مرتضين النظام الطائفي بالبلد، لنلاقي صيغة تحترم هذا العيش بالبلد. بس حاج بقى نكذب، بس يعني قايلين هالشيء بالواقعية السياسية اللي رفضها هيدا الشيء من قالوا على سطوح يا ست بولا. يا ست بولا ما في تعيين بصير إلا طائفة ومزيد إلا منا نختلف يعني مرتضين يعني بالوضع. بس إنه كل واحد يشوف ننظر على الناس ونوهم الناس إنه منا نعمل إلغاء طائفية ومنا يعني التطبيق اللي عم بصير مختلف تماما عن التوجه الحقيقي بإدارة البلد، وهذا أمر خطير. وأنا عم دق ناقوس الخطر لقول مش هيك بينبنى البلد. نحن صرنا فايتين بنفق عم ناكل حالنا. وضعنا المالي، وضعنا الاقتصادي، وضعنا الاجتماعي، وضعنا الثقافي، وضعنا التربوي، وضعنا السياسي، وضعنا الإداري، شو بدي أحكي لك؟ طيب وما في شيء كل هيدا سببه الطائفية الموجودة طبعا اليوم. هو السبب الأساسي باهتراء البلد. هذا اللي عم تقول. بدي أعطيك مثل، اسمحي لي لو بدي أخذ من الوقت شوي أكيد لتشوفي لا وين كنا وين عم نصير. سنة 1920 تأسس لبنان الكبير. طب في حدا بيذكر انه اول رئيس جمهورية كان ارثوذكسي؟ صحيح. طيب في حدا بيذكر انه الشيخ محمد الجسر بالثلاثينات لو ما المفوض السامي الفرنسي اجوا ثلاث رؤساء منه الموارنة 100%. بس لا بدي اكفي لك التسلسل. لو ما اجا مفوض السامي الفرنسي بالثلاثينات وحل المجلس النيابي كان محمد الجسر، الشيخ محمد الجسر سينتخب رئيسا للجمهورية بالبلد. طيب هل بيتذكروا اللبنانيين انه بالثلاثينات بظل الانتداب الفرنسي الامير خالد شهاب السني عمل رئيس مجلس نواب؟ حدا بيتذكر انه حبيب ابو شهلة الارثوذكسي عمل رئيس مجلس نواب؟ وين رايحين بالبلد؟ هلق صار تبوك
ممنوع نحكي، ممنوع نتلفظ بحاجب. طب ومش حتى عم نحكي على صعيد الرئاسات. اجت 43 بس انتم ماشيين بهذا المجال، معلش يعني ستنا مش كل متوافق بذلك وبشد عصب جماعته ستنا ما بيهمه خير الجماعة. انا طلبت باللقاء بعبده وانا ماني مستحي، وقال لك لحقولها معك اه انا ماني مستحي وانا ما بكذب على حالي. ايه اذا النظام سيبقى كما هو انا ملزم ضميريا وأخلاقيا وأدبيا وتاريخيا وعاطفيا وعقليا طالب بشدة وبإصرار بحفظ حق الدروز في هذا البلد. حاج بقى يزايدوا علينا نحن بحق الدروز. إذا بدنا ناخد حسب الديموغرافيا بيطلع لهم رئاسة مجلس شيوخ؟ ما هي هون يا القصة ستنا. في محل منقول وقفنا العد. بدي أسألك سؤال. نحن اتفقنا على المناصفة ووقفنا العد، بنرجع كل يوم بدنا نعد. اسمحي لي أقول لك روحية، أنا عم ناقش بالروحية، أنا ما بهمني التفاصيل. يعني أنا قصدي أقول لك ما لك مصلحة اليوم تقول إذا كل واحد بده ياخذ حجمه. حجم الدروز اليوم لا اسمحي لي منه كبير بلبنان. اسمحي لي أقول لك، عم بحكي عدديا. اسمحي لي أقول لك أول شيء يعني الكل يسمح لنا انه يعني الدروز بهالبلد شيء فكرة اسمه لبنان طلع من الكنف الإمارة الدرزية تاريخيا. هيدي والموالي بيقولوا لك نحن ام الصبي ونحن جبنا البلد. نحن كل طائفة بتلاقي شيء. اول شيء انا السجال المذهبي ما بحبه بس مش الديموغرافيا اللي بتحكم ديمقراطيا اليوم. خليني احكي لك. اوكي ما خليني اشرح لك. بدي اسالك سؤال، اذا في روحيه منفتحه ومنا نشعر كلنا بامان بهذا البلد بصيغه يا اختي طائفيه، اخواننا الموارنه عندهم رئاسه الجمهوريه، اخواننا السنه عندهم رئاسه مجلس وزراء، اخواننا الشيعه عندهم رئاسه مجلس نواب قبل ما اوصل لمجلس الشيوخ، شو المانع إذا في روحية جدية بالخلاص من العبء الطائفي والمشاركة ما يسمى بالأربع وزارات سيادية تكون للروم والدروز وللدروز وللكويتلي وللأرمن؟ شو السبب؟ شو ما بدي أسأل سؤال أنا ليه؟ لا في حدا ولا نحن بتقول بدك تنسف من ميلي. لحظه يا امير ستنا. من ميلي بتقول انا بدي انسف هذا الوضع القائم ولا اقبل به وهو عله العلل. بلشت لي انه العله هي الطائفيه، جاي اليوم بدك تكرسها حتى على الوزارات. اسمحي لا يا ستنا دخيلك عم تخرب. لا كيف عم تخرب؟ انت بتقول لي هي عله العلل لما نجي نكرسها بهذا الشكل. لحقلك ليش نحن لما انا بشوف نحن امام مفصل، هل القوى السياسية في لبنان اخذ قرار بالدولة المدنية ومنا نقعد كمسؤولين نحط أسسها؟ أنا أتنازل عن كل مطالبات الطائفية كلها، مني متمسك بشيء، بس أنا بعد أقعد على طاولة اسمع وعظ بالدولة المدنية وبإلغاء الطائفية صرنا 40 سنة بنسمعها. مين عم بيوعظكم؟ حاليا مين عم بيوعظكم؟ الكل عم بيطلع بيحكي بحقوق الطوائف. الكل اليوم الطبقة السياسية الموجودة مير عم يحكوا بحقوق طوائفهم. نعم. وعم بيعملوا عملته بالنهاية. نعم. قانون انتخاب ولو نسبة ولو يمكن مفروض على بعض الأطراف كمان على أساس مذهبي وطائفي. ستنا قبل رجعي للأساس. شوف بيروت كيف تقسمت العاصمة. رجعي للأساس. إسلام مسيحيين شرقية غربية هيك تقسمت بيروت. رجعي للأساس. لما الدستور اللبناني إذا دولة الانتداب الفرنسي والبطرك اللي كان بالألف وتسعمية وعشرين وقت تأسيس لبنان الكبير رفضوا يحطوا كلمة مسلم مسيحي بالدستور، نحن ارتقينا سنة الألف وتسعمية وتسعة وثمانين إنه بالطائف بدنا نحط مناصفة مسلمين ومسيحيين. طيب يا ستنا بدك تحطيلي بالدستور مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتضيعي لي حقي كدرزي بالتركيبة؟ ليه بدي أقبل فيها؟ هذا ظلم وهذا تعدي وهذا شعور. نحن الدروز ما بنحبط ونحن بروحية التقدم والانفتاح على كل الناس الحمد لله مجبولة، ما عندنا عقد
من الانعزال بالانعزال والتقوقع مع النعقد. انما هل يجوز؟ انا بدي اعطيك مثل بالستينات وقلت عطلت الحوار ببعبده بحكومه واحده سنه 1968 لل 1970 سنتين برئاسه الله يرحمه الرئيس رشيد كرامي، كانت الحكومه مؤلفه من 18 وزير، كان الامير مجيد ارسلان وزيرا للدفاع وكمال بيك جنبلاط وزيرا للداخليه. بفرض حكومه هلق انا بدي اقعد اولادي انه البلد عم يتقدم وعم يتطور وانا بالحقيقه البلد راجع 2000 سنه لورا؟ طيب. لا، بطلوع الروح هلا بتاخذوا تعليم عالي ومهجرين وغيره، هيدا وضع البلد اليوم ويبدو انه مستمر هيك. بس خليني اقول لك في منطق، لحظه، انت بترفض مير بس في منطق معين انتم مشاركين كمان فيه وكلامك هلا بكرسه. انا اذا انتم طائفيين البقوي انا طائفي، كل واحد بيحكي نفس الشيء. خليني اقول لك، باقي الاطراف كلهم عندهم نفس الحديث، بما انه الاخر هو مذهبي وطائفي انا بهذه الحاله مضطر طالب بحقوق طائفتي. انت هيك عم بتقول وهذا كلام شعبي لك في نحن عبواب انتخابات ربما. مش كلام شعبي بس نحن بصراحه بقول لك قرفنا، بصراحه بقول لك قرفنا. يعني اجى الطائف اجى قال الغينا طائفيه الوظيفه ما دون الفئه الاولى. طيب ماشي، بالرابعه في مشكل. بيطلع احدهم بيقول اللي هن حلفائي واصدقائي وبالسياسه انا بتفهم هذا الموضوع، المناصفه بين المسلمين والمسيحيين في الوظائف حتى في الاداره. طيب انا لما بدي اسمع الكلام ليه بدي انا اقول لهم للدروز انه انتم حقكم مش محفوظ؟ شو السبب؟ طيب لما انتم تكونوا عاملين كمان ثنائيه درزيه وثنائيه شيعيه متحالفين معها ايضا، يعني شيعيه حتى العظم، حزب الله الفريق الاقوى بلبنان، بدك تكون شيعي اثني عشر تدخل فيه، انتم مغطيين هذا الوضع المذهبي الطائفي القائم تصفقون له احيانا. سمعتيني انا شو قلت بعد تعليق بعد قانون الانتخاب؟ سؤالك. قلت قانون الانتخاب النسبي لا يكفي، يجب فورا اذا في نيه اصلاحيه بالبلد ان نتجه الى قانون للاحزاب. طيب لا بدنا نعمل قانون احزاب ولا بدنا نعمل قانون انتخاب الا مفصل. وبدي كاني انا، طيب انا صار لي 30 سنه بكل مطرح رعت بحياتي السياسيه ارفض المذهبيه والطائفيه. بس من خطاباتكم ما عم ترفضوها مير، انا عم جرب اقول لك بالقوانين، خليني اعطيك بس مثل صغير، بالقوانين في كثير قوانين عملت على اساس انه بدنا نلغي الفرز الطائفي، يتم التحايل على القوانين، بالقانون الاعلام صار هالشيء، بيتم التحايل على القانون تنرجع نفرز طائفيا ونعطي كل طائفه تلفزيون او اذاعتها وغيرها. اليوم المشكله يمكن الاساسيه الناس صارت هالقد مذهبيه لانه ما بيسمعوا الا خطاب من اتجاه واحد، وهذا الخطاب مذهبي وطائفي وتخويفي، يعني تغذيه الخوف مستمره الكل انه رح ياكلونا الاخرين. عايشين ببلد اكلتنا السرطانات والزباله والفساد يمكن لانه خايفين من هذا الاخر اللي بده ياكلنا. طيب ما حدا عم بغير بخطابه مير، اليوم في انتخابات حنشوف شعار مذهبي على الاخر. ما الي علاقه، الخطاب كاذب. طيب ما حدا عم يطلع يقول لك ايه نعم، معلش انا عم بحكي بصراحه. ايه انا عم بحكيكي بكل انفتاح وصراحه. انا عم قل لك البلد كيف اتجاهه؟ إذا متجه البلد إلى الدولة المدنية، أنا يا أختي فيما خصني أنا متنازل عن أي طلب مذهبي. بس لما أسمع كل اللي حوالي، إذا بدي أعمل خدمة لضايعة بالجبل إنمائية، ما بتمر الخدمة وما بينرصد لمال إلا ما ينحطم قبيلة خمسة ستة حصص طوائف. اوكي طيب ليش بدي كياني انا؟ طيب ليه عم بتعلي الصوت اليوم؟ في مشكله بحصه الطائفه الدرزيه، يعني رح نرجع الى اول الحديث. طبعا في مشكله، في مشكله على اي أساسي. اساس على اساس ان طائفه اسست هيدا البلد وهي ام الصبي، ام على اساس الحاله الديموغرافيه؟
يعني عادة لما حدا بيجي بيطرح بيقول حجمنا أكبر دغري بيكون عم يحكي ديموغرافيا حتى لو ما قالها. مش عم تفهمي علي، عم تاخذيني على محلات غلط. لا كيف غلط؟ هيدا المنطق يا ستنا. أنا عم بحكي روحية المشاركة. يعني إذا رئيس جمهورية لإخواننا الموارنة مثلا وفي روحية انفتاح، شو المشكلة إذا وزير المالية أو وزير الدفاع بيجي أرمني؟ ليش ما بتحكي هيدا المسألة مع حلفائك قبل ما تتحالف معهم؟ لأنه التحالفات اللي عم بتصير على الأرض يا للناس يا مير يا عم بيشوفوا تحالفات فوقية مش متفقين بالتفاصيل. لأنه سنة 1900 عنا أزمة كبيرة بالجدل المنه مستند على ركائز. لما أنا بفهم بدنا نطبق الدستور شايف؟ الطائف، أنا بدي طبق دستور الطائف، بسمع أحدهم من كبار المسؤولين في البلد على الطاولة بيقول يمكن هلق مش وقت المناسب لنطبق كل بنود الطائف. في اسأل أنا شو الحكمنا بالبلد؟ إذا لا الدستور بيحكمنا ولا القانون بيحكمنا، يعني شريعة الغاب حكمتنا. إيه بس يعني الفاجر بياكل مال التاجر بهالبلد. عظيم. خليني أقول لك دمير، هيدا الصوت هلأ اللي عم ترفعه حضرتك إذا رجعنا سنة وسنتين لورا ما كان طالع صوت بهذا الشكل، وما كان في مشكلة حقوق دروس، كان يوم بيضة الإبان هو الوزير وليد جنبلاط. تغيرت المعادلة، تغيرت التحالفات، لم يعد الزعيم الدرزي اليوم بيضة القبان. يمكن مشان هيك طلعت الصرخة. عم بفهم تحليلي بمحله. يعني وين التقصير مع الدروز؟ قبل ما كان في هيك مشكلة، بالعكس. شو قل لي يا ست؟ خليني بس توضح للناس، بيضة القبان ما بين فريقين كبار. في فرق كتير كبير بين ما تكون شريك بالسلطة وبين ما تكوني شريك في النظام. هنالك فرق كتير كبير. الواقع السياسي اللي بيفرض حاله بظرف معين شيء، والحق المكتسب في القانون والدستور شيء آخر. ما نمزجهم ببعضهم لأنه بيختلفوا كتير. لما تحكي حقوق أنت عم تحكيني عن موظف، يعني مثلا عم تحكيني يعني مثلا أنا ما بقبل مصير بظل نظام مذهبي وطائفي بالبلد مكرس إنه تنربط حقوق الطائفة الدرزية بمدى قوة طلال أرسلان اليوم بالسلطة وبكرة خارج السلطة. لا، بتربطها بشو لكان؟ في الحق المكتسب ضمن العيش المشترك بالبلد. يعني بهالحالة لحظة، يعني أنت تريد تكريس المناصفة مثل ما طالبوا المسيحيين مع أعطاء لحظة مع أعطاء كمان هامش هون لكل مذهب إنه أنت المذهب الفلاني ضمن المناصفة لك 10% أنت لك 5%. أول شيء سؤالك غلط. لا ما كيف بدي أفسر عم بتقلي لي أنت عم بتطالب بتكريس المناصفة؟ لا، أكثر من المناصفة. الطائف كرس المناصفة، مش أنا جيبها من بيت بي المناصفة. الطائف كتب نص دستوري. عظيم. صحيح. أنت عم تقول أكثر من ذلك، كل حجم كل طائفة تاخذ حجمها ويكرس ذلك. ست بولا، ننزل بكره على مجلس النواب ونصوت على إلغاء المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. حاجة بقى نتزايد على بعضنا. مير، مش هذا هو السؤال. انه انا بدي انت عم بتقول لي كل واحد بدك تطبق الدستور. لا، عم بتقول لي كل واحد لازم ياخذ حجمه بغض النظر اذا بالسلطه اليوم تاجر او فاجر او مين كان او طبعاً شو وضعه. طبعا كيف عمليا؟ في صيغه عيش، كيف عمليا؟ في صيغه بالمحبه والتناغم ام بالنص؟ في ما بدي نص. سنه 43 رجعينا رزق الله هذيك الايام كان في ميثاق شفهي بالبلد والحكم في لبنان 40 سنة شفهي مش منصوص. طيب فبدك جنتلمان اجريمنت مع الطبقة السياسية انه انتم بتعطونا قد ما طبعا نحن بس على اي اساس؟ نحن شو المعيار؟ شو المعيار؟ المعيار انا بدي اسأل سؤال واحد،
وبدي يكون كتير وأنا مقتنع إنه الحقيقة بتجرح وأنا مني مضطر أخذ بجلدي بالسياسة هاي الأمور، بس أنا شفاف مع نفسي بالأول. أنا ما بدي غش اللبنانية والشعب اللبناني وقل لهم خطاب تقليدي إنه والله لبنان رايح باتجاه إلغاء الطائفي، لا أنا ماني شايفه مع الأسف، مع الأسف، إلا ما أشوف العكس على أرض الواقع بصراحة. لا بالعكس، كل يوم عم بيتم تكريسه أكثر وأكثر. 100%. والخطاب الانتخابي هو خطاب مذهبي بامتياز، ما في شيء غير شد العصب بالبلد، يعني للأسف هذا هو الواقع اللي أنت عم بتوصفه، محل عم بحس إنك عم ترفضه، محل عم بحس عم إنه بدك بالعكس. أنا لحالي عنا قول بالجبل بيقول أنا لحالي فيش قوم المقتايين. ما كل واحد هيك عم بيقول. لا كل واحد عم بتحجج بالآخر. لا أنا مستعد، ما أنا عم سميلي قعدنا 10 قيادات على طاولة حوار بدعوة فخامة رئيس الجمهورية. عظيم. ليه ما بيتخذ قرار واضح وصريح من الجميع إنه منا نوضع حد لهذا الانقسام المذهبي الطائفي الحاد ونبلش نروح باتجاه الدولة المدنية؟ شو السبب؟ خلينا نسأل شو السبب بعد الفاصل. ما رح أبقى دائما بهذا الحوار، لأن بعتقد الأكثر سذاجة اليوم من المشاهدين بيعرف الجواب كتير منيح وبيعرف وين العلة وين المشكلة، يعني الناس عم تسمع وبتعرف وين من يعمق ويكرس هذه المذهبية والطائفية. ولكن بدي أسألك، قد ريحك قانون الانتخاب النسبية اليوم وكيف حتكون التحالفات؟ بس بدي أتوقف مع فاصل مير. بدنا نريحك ونرتاح والمشاهدين يرتاحوا بفاصل سريع جدا، ونعود إلى هذا اللقاء المباشر من خلدة مع وزير المهجرين طلال الأرسلان. اهلا وسهلا فيك من جديد مير. طلبت بالمداورة بين الرئاسات، كان في صدى لهذه المطالبة؟ اكيد لا. طبعا مداورة بتقصد فيها مذهبية؟ مداورة لا، ما بنسترجي نتخطى حدودنا كتير، يعني طلبت المداورة بين الرئاسات ايه، بس تضل مثلا رئاسة الجمهورية لاخواننا المسيحيين. تصير مداورة بين المذاهب المسيحيه ايه، والرئاسات الاسلاميه ايضا. انا مش عم بطرح افكار، انا بس بهمني الهدف الاساسي اللبناني نريح، يعني نبلش ناخذ خطوات تريح التشنج. هيدا الاصرار على بدون اي افكار جديده باتجاه تغيير الوضع القائم كارثة، يعني انه الاستمرار كما نحن عليه انا شايف المستقبل رح يكون مسيء. يعني بس مير عم بتقول ما بنجرأ حتى نروح بالمداورة الى انه نغير بالوضع الطائفي، بس هون خليني اسألك، اليوم المواطن المسيحي اذا بتقول له بده يجي رئيس جمهوريه مسلم لست سنوات، لحظه انا عم بسالك سؤال، بس خليني اطرحه بعدين قل لي شو المشكله فيها. اهم عنده اليوم ان يكون الرئيس من دين معين وطائفه معينه، او الاهم انه البلد يتم يعني نوع من الاصلاح فيه؟ لانه انت بلشت لي انه المشكله والعله والهريان موجود لانه في نظام طائفي او لانه في هذه الاحتماء بالطوائف، كل شيء عم يمرق على الناس. اليوم اذا بتقول له انه موظفين صالحين رح يحكموا هيدا البلد بالمداوره، وسيكون لديك بلد فيك انت تكون مواطن فيه، عندك كهرباء ومي وكرامه انسانيه وشغل ووضع اقتصادي افضل، ما بتعتقد ما بيعود يسأل عن الوضع المذهبي والطائفي اللي بتخوفه فيه كل الوقت؟ أنا مني مؤمن بعد تجربتي، أنا صار لي بالسياسي من سنة 1988 وقت ما خلقت يمكن أنا لا أنا مباشرة يعني 29 سنة. مني مؤمن قطعيا بشيء اسمه إصلاح إداري ومالي واقتصادي وتربوي وثقافي نهائيا
بدون إصلاح سياسي. كله حكي بلطة. كارثة. شو يعني إصلاح سياسي؟ يعني إصلاح يعني سياسي الموجودين اليوم بيقدروا يعملوا إصلاح سياسي؟ لازم. اللي خربها بيقدر يصلحها؟ والله يعني لازم. بالنهاية نحن قوى سياسية لازم نخرج البلد من الحلقة المفرغة اللي عم يبرم فيه. أنا بفهم إنه بتقليلي إنه هلأ ما في إمكانية لطرح إنه الدولة المدنية ما بتصير بين ليلة وضحاها. بفهم. بتقليلي والله بدها 30-40 سنة. ممكن أفهم. بس خليني شوف إنه في خطوات عم بتريح المجتمع اللبناني من هالجتويات اللي محطوطين فيها. هالجتويات هيدي عم بتأخر قيامة البلد على كافة المستويات. منا مسألة مثلا بدي أعطيك مثل أنا هلق عم عيني منه المهجرين. طيب المهجرين هو ملف خاص بوزير ولا بصندوق ولا هو ملف سياسي بامتياز بده قرار من الدولة اللبنانية الدولة كامل. مين لازم ياخذ القرار؟ رئيس الجمهورية ما بده يخلص من هذا الملف يبطل في شيء اسمه مهاجرين. عم بحكي أنا المؤسسات. مين عم بيعرقلك؟ النظام الطائفي المذهبي عم بعطل. يعني لما أنا هلق الطالب عندي مصالحات بالجبل بدي تممها. بدك مصاري؟ بدنا مصاري. لا ما فينا نصرف مصاري لمصالحات الجبل بدون مجلس الإمام والعمار، بدون مجلس الجنوب، بدون وزارة الأشغال، بدون وزارة الطاقة. طيب من أين نجيب؟ ملف عم بعطيك مثل بسيط، المهجرين بعد خبرتي هاي تاني مرة بستلم هاي الوزارة في غياب كلي لرعاية الدولة. إنه هاي ملف بيجي وزير عليه من زدت هالحمل على ظهره، هالوزير نعطيه مصاري بالقطارة. طيب أنا بأي منطق دستوري بأي منطق عيش مشترك بدي إجي عضايعة مثل عباي أو البناي أو عين درافيل أو بريح هاو قرى مصالحات بدي قلن معي؟ امبارح سألت أولت امبارح مدير عام الصندوق رئيس الصندوق الوطني المدني شو معنى مصاري للمصالحات؟ بقل لي معنى 3.5 مليار ليرة، يعني مليونين وش شوي. تمام. أنا إذا بدي كفي عباي سكرة، وبدي كفي البناي وسكرة، وبدي كفي عين درافيل وسكرة، وبدي كفي بريح وسكرة، أنا كيف بدي وزع المصاري؟ بيشكروني 10 بسبوني 100. بتقعد مساعدة ما بتعمل شيء لهيك ولا بتسكر بأي أنا طريقة هلأ. أي مصالحة أنا هلأ ما بتتمم أي مصالحة بهالحالة؟ أساسا بدي خبرك خبرية لحتى تتفاجئي فيها. معمول 28 مصالحة من وقت ما أسست الوزارة والصندوق عام 1992-93 28 مصالحة، ما في ولا مصالحة في يقول لحدا انه مسكرة ولا مصالحة. ليه؟ شو السبب؟ ما بعرف. تعويضات ما اندفعت؟ ما بعرف. ما تسألي ما بعرف. طب بس يعني الناس لتفهم شو يعني مصالحة. مصالحة هي تعويض للطرف اللي تضرر واللي تهجر. مظبوط. في نزت الحمل، خلينا نحكي بصراحة، نزت الحمل على ظهر وليد بيك جنبار بال 1993 صارت أكنه موضوع المهجرين بكل حجمه مطلوب منه شخصيا بدون رعاية كاملة للملف. تعاقبوا عليه الوزراء منهم أنا. طب أنا عم واجه مشكلة، أنا عم واجه مشكلة حقيقي. هل هو مشكل طلال إرسلان كشخص؟ مشكلة مال فقط مير؟ هاي هي المشكلة. مشكلة قرار سياسي. ما في جدية سياسية. في شيء مزل للمهجر عم بتم.
بيجي المهجر بيطالب بطلبه المحق اللي أقرت له إياه الدولة بقوانين وبمراسيم، بده ينزل ألف مرة على باب الوزارة والصندوق ليحصل على حق مكتسب له. حتى إذا عنده واسطة؟ نعم. ما في وصايد بالدقل؟ طبعا في وصايد. وبالتالي هذا الملف بالشكل اللي عم بتم التعاطي فيه غلط. مش هناك، رح اختصر ما رح اخذ كثير. اول رئيس حكومي هو الرئيس سعد الحريري، ومشكور جدا على مبادرته، اخذ قرار وعملنا لجنه مشتركه بين الوزاره والصندوق ورئاسه الحكومه. اليوم كان عندها اجتماع، نهار الاثنين رح يكون عندنا اجتماع مع بحضور الرئيس الحريري. انا اخذ هذا الملف بكل التعويضات الموجودة المحقة للناس. ستنا، لأنه بكرة بده يطلع آراء بالإعلام، لأنه نظريات كتير وأنا ما لح فوت فيها وما لح أقبل فوت فيها، مثل نظرية إلغاء ترميم المنجز، إلغاء فروع العائلات. سمعت كذا رأي بمجلس وزراء وغيره. نعم. أنا ما رح أخذ القرار. خلي الدولة تأخذ هذا القرار. ليه؟ لأنه أنا مقتنع بمقولة: ظلم بالسوية عدل بالرعية. أنا ما بقى فيي بضايعة فوت مقبوض فيها فروع وأصول لأنه تأخر قبض جاره. قل له أنا لغيت لك الفروع، بدي ادفع الاصول. انا ما لح فوت. عندي كثير اسئله ومراجعات بمساله وزاره المهجرين، اذا ضل في وقت بالاخر رح احكي عنهم، بس خليني انتقل الى قانون الانتخاب. اليوم اكثريه الناس بدها تسمع عن هذا الموضوع، يقال انه ريح حزب الله حلفائه وانت احد هذا الحلفاء بالنسبيه. هل ارتحت لهذا القانون وما عاد عندك مشكله هذا المقعد الشاغر؟ اول شيء هذا القانون رغم كل النظريات اللي بتطلع من هنا ومن هناك، ما في شك حرام وجريمة تشبيهه بقانون الستين. جريمة كبرى. هلا بتقليلي تمنياتك وطموحك يكون أفضل؟ إيه طبعا، بس إنما مناطقي وطائفة بالتفضيلي محل ما كمان مذهبي يشبه الستين. يعني شو لا 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 دخيلك، لا، الستين مختلف تماما بكل أصوله وقواعده. لا، حرام التشبيه بهالموضوع. هلا بتقليلي انه كان ممكن عندنا فرصة جدية انه نعمل احسن؟ ايه كان عندنا فرصة. بس نحن وصلنا لمطرح يا هالقانون يا الستين. يا الفراغ. لا الفراغ مسموح ولا الستين العودة لإله بتليق بأحد بالبلد، فإذا ما عندنا كان إلا تدوير زوايا. ما في مصلحة في هذا القانون؟ يعني اليوم بتقلن للناس إنه لأنه الستين ما بليق بحدا نحن ما رجعنا له، ما في هالقناعة إنه هذه الطبقة السياسية بتعمل مصالحة بالآخر. يقال هنالك مصلحة لأكثر من طرف. أول شيء لا، فتحت عنوان كتير مهم يا ست بولا. حرام تشويه القانون. ما عم شوه. انا عم بوصف بس. اول شيء انت تخبرك شغله، انت كرستي شغله كثير اساسيه، وانا رايي هي نقله نوعيه نسبيه. هي مبدا النسبيه. انه اللي عنده 51% ما بياخذ كل شيء، واللي عنده 40% ما بيخسر كل شيء. بياخذ تمثيل ال 40%، واللي عنده 60 بياخذ تمثيل ال 60، واللي عنده 20 بياخذ تمثيل 20. اعطي للدروز اشوف علي دائره واحده. انت كنت موافق أنا على هذا الشيء؟ انا كان عندي نظريه مختلفه وانا لست مقتنعا اطلاقا. هيدي انعملت لوليد بيك جملات، مزبوط؟ يعني وليد بيك كان مصر عليها. ايه صحيح. كان انا كنت افضل اشوف علي وبعبده. هذا اللقب صارت، بس انه طبعا انا شوف هلا انا وافقت عليها. ايه
وافقت عليها. وانا يعني بدك الصوت الشيعي بعبد تضمه الى هذه هلا بس لا توضح للدروز اللي عم يسمعوك بهذا البلد اللي هو مذهبي جدا. يمير يمير بعتذر كرمالك انت بديك توضح. رح وضح. اذا انت بدك تضم بعبدك كانك عم تقول لهم للدروز حيصير الصوت الترجيحي القوي هو هذا الصوت الشيعي نظرا لانضباط جمهور الحزب لتصويتهم باللائحه مثل ما بينطلب منهم. يعني اكثر واحد بيقدر يتحكم اليوم بقاعدته يقال حتى اليوم هو حزب الله. انك تضم بعبدك ما عم تعمل اضعاف للحاله الدرزيه؟ تسمحي لي اقرا لك ارقام؟ قري لي. دايرة تشوف علي بعبدة فيها 90,000 مقترع درزي. دايرة علي تشوف بعبدة فيها 25,000 ناخب شيعي مقترع شيعي. دايرة علي تشوف بعبدة فيها 33,700 سني. دايرة تشوف علي بعبدة فيها 104,000 مقترع مسيحي بكل مذاهبه وطوائفه. شو النسب ستنا؟ تشوف علي بعبدة نسبة المسلمين 56%، نسبة المسيحيين 43%. ماشي. رحنا على شوفوا علي بدون بعبدة، شوفوا علي بقي 1%. ايه سوري، يعني بتصير 57%. 57% ب 43%. رحنا على شوفوا علي بدون بعبدة، تختلف النسبة بين، ترتفع نسبة المسلمين من 57% لل 64%. وبتنزل نسبة المسيحيين من 43% ل 36%. صح؟ ممتاز. متابعتيني. شو الفرق بين أول نسبة وثاني نسبة؟ 7% نقاط. 7%. هي مش بالأرقام، هي أنت شو بدك وصل ما ب... لا 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 أنا برفض المقولة. ليه؟ لا برفضها، الاتهام هذا. 7%، 7% بدي شيلهم أنا من الدروز فقط، لا من الشيعة ولا من السنة. يوازوا بتشوفوا عليه 4,900 صوت درزي. بضم لإلهم بعبدة بشيل 4,900 صوت درزي بتشوفوا عليه، بزيد عليهم 13,000 صوت درزي ببعبدة. وين خسرانين الدروز؟ وين ربحان المير طلال؟ بالصوت الشيعي. بس يا عم هلا اللي عم يحضرك حيفكر غير اللي انا قلته. بدي اسالك سؤال. قل لي. الصوت الشيعي 25,000. طيب قليله بلوك 25,000. الصوت الدرزي 90,000. الحاصل الانتخابي قديش؟ هون هيدي يعني بصير يعني اذا كانت اذا كانت الدايره ثلاث دوائر بتصير ليحتك مثلا فيك تخرق باثنين ثلاثه. ما خصش ليحتي ولا ما لها علاقه. هيدا الجيري مندرينج مير كله عم بيعمله حسب مصلحته. ما لها علاقه، انا بهالموضوع انا اطلعت هلق بعبدة لما كان مطروح. أنا بعبدة وافقت عليها هلق كدائرة مستقلة. بس أنا باللي كان مطروح وقت علّيت الصوت بموضوع بعبدة، شو كان مطروح يا ست بولا؟ تذكري كتير منيح. كان مطروح تشوفوا علي دائرة، وكان مطروح بعبدة المتن الشمالي كسروان جبيل دائرة. كيف بدي كاني أنا أقبل وقلت بالإعلام إنه 15,000 درزي ببعبدة أنا ما لح أقبل يصيروا مثل يهود وادي بوجميل. حلو. نعم. هلا لما صارت بعبدة يعني بتلتقي مفروض كتير منيح مع الكلام المسيحي اللي بيقول عن حقوق المسيحيين. اسمعيني. وإنه صوتك بيروح على زبالة إذا أنت كنت بدايرة. اسمعيني. نفس الكلام مير. إيه نفس الكلام. عمالك عمالك شو عمالك عمالك عمالك. أنا اللي كنت عم تنتقدهم بالأول عم تحكي مثلهم بالتطابق. إيه 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 أنا ما بستحي، أنا بقول أنا ما عندي شيء مخبى، بقوله على راس السطح. إيه
أنا اختلفت مع حلفائي. حلفائي كانوا، أنا كحزب وكطلال أرسلان إلي 25 سنة طالب بالقانون النسبي، بس إيه اختلفنا لما طرح لبنان دائرة واحدة على النسبيين بظل النظام الطائفي المذهبي العنصري بالبلد، وفي ظل عدم تطبيق الدستور، وبظل فرض نظام عرفي على اللبنانيين، أنا رفضت لبنان دائرة واحدة عن النسبيين لأنه الصوت الدرزي بضيع فيها. طيب هلا خليني ما رح نضل نناقش بهذه النقطة اليوم، بدي اسألك عن الدائرة الموجودة، شوف علي شو رح تعملوا، مع مين رح تتحالف، مع مين عم تحكي، مع مين فاتح خطوط؟ الأمور مرهونة بأوقاته. كيف اجتمعت مثلا مع وليد بيك الأسبوع الماضي؟ شو اتفقتوا؟ دائما بنجتمع. ايه بس على شو عم تتفقوا؟ متوافقين انه كل واحد ينزل لائحة؟ بكير لائحة واحدة لائحتين؟ بصراحة بكير وما عندي. مش بكير اليوم بالسياسة. طيب انه عم تسأليني انه بدك اخترع لك جواب، ما عندي جواب. بهالموضوع لا وليد بيك حسم، ولا نحن حسمنا، ولا التيار الوطني حسم، ولا الرئيس الحريري بالاقليم حسم، ولا اخواننا بالجماعة الاسلامية بالاقليم حسم، ولا القوات اللبنانية بعد حسموا، وكل القوى السياسية، ولا الحزب القومي واضح. بس جاوبني على هالسؤال، شو بحسم لحالي؟ خليني اقول لك، اليوم انت عندك تحالفات صار لسنين وسنين قائمة وموجودة، كنت جزء من تكتل نيابي موجود، انت قريب من التيار الوطني الحر، ما عم تحكوا انتخابات انت وحلفائك اللصقين؟ حكينا بالعناوين العريضة كتير بعد تقلك انه في حدا عنده تصور واضح لصيغة التحالفات، اللي بقلك يا كلمة وحدة، الكل هلق ناطر بعضه وفاتح خيوط التفاوض مع بعضهم البعض. كيف بتركب؟ عندك مخاوف انه يروحوا الى شخصيات مناوئه لك بالسياسه، الى تحالفات مختلفه؟ انكتب انه تيار الوطن الحر ممكن يتعاون، ممكن يتحالف مثلا مع الوزير وئام وهاب؟ بكير بعد، يعني هذا كله عندك معلومات كله على هذه المساله؟ ممكن انه يكون سالتيني سؤال وجاوبتك بصراحه، لو عندي جواب بقلك كل مسألة التحالفات الانتخابية، مش بس في شوفوا عليه، في كل لبنان بعد لم تحصل. معقول تكون مع الحزب القومي مثلا، خاصة انه كمان هون لازم يكون في تحالف كبير استراتيجي؟ كل الامور هيدي بعد لم تحصل. طيب قليلة يا امير انه بتتفقوا على الوضع من ايران لسوريا، للوضع الاقليمي، للوضع الدولي، للنظرة الى العالم كله، وما فيكم تقولوا انه نحن حلفاء فنازلين بالسياسه مع بعض بنفس اللائحه؟ طبيعي هيدا للناس. مين قال هيك؟ انا عم بسالك، انت عم تقول لي ما في بعد احكي يعني معقول نشوفك مع القوات اللبنانيه مثلا؟ يا ست حكى عناوين عريضه بعد ما حدا اتفق مع حدا بالبلد. ما حدا. شو ناطرين؟ المشاهد لهلا اللي بده يقرر انا بدي روح مع هالجماعه او ضدهم؟ انا رايي ما بتتبلور. انا رايي تقديري الشخصي ما بتتبلور التحالفات الانتخابية من هلق أو بهالشهرين الجايين أو الثلاثة الجايين، بتصور بدها تاخده. تعتقد رح يروح كل واحد؟ هلا الكل عم يدرس الأرض، عم يدرس الأرقام مثل ما عملت حضرتك حاليا، واضح قديش داخل بتفاصيل الأرقام، كل واحد عم يدرس الأرض ليشوف شو بيطلع له، إذا كان بلايحة وإذا كان لحاله، يعني إذا كان بتحالف واسع أو إذا كان بلايحة لحاله، هلا عم تدرس هذا الخيار إنك تألف لايحة لألك ترأسها تاخذ أصوات التفضيلية قد ما فيك وتجيب معك أشخاص آخرين يكونوا هن يعني خلينا نقول ملحقين بهذه اللائحة، مش حلفاء بل ملحقين بالحزب الديمقراطي اللبناني؟ يعني عم تدرس هالخيار؟ يعني سؤال مشروع أسألك. لا بدي كان أحط تصور من هلق، ما عندي تصور من هلق، بس اللي بتقلك القرار اللي اخدينه كحزب ديمقراطي، سنخوض الانتخابات في كل المناطق اللبنانية اللي إلنا تمثيل فيها. ممكن مع تحالفات وممكن دون تحالفات، في حكي طيب بحصبية مثلا؟ في كل المناطق سيكون لنا مرشحين على الانتخابات النيابية اللي إلنا تواجد فيها. مقعد رشاية شو حتعمل فيه؟ شو عم نحكي؟ نفس الشيء؟ شو عم نحكي؟
اتفقت مع وليد بيك على مقعد وائل ابو فعور بعد ما صار اتفاق على شيء باي موضوع عم تحكوا فيه هذا الموضوع بعد ما انحكى شيء بهذا الموضوع تحفظ كامل في هذه المساله مش تحفظ لا ما عندي تحفظ لو حكينا عندي الجرأة أقول لك حكينا بس ما حكينا بصراحة نتوقف مع فاصل نحكي عن ملف النفايات هذا ما حدا فيه تحفظ فيه لأن الريحة طالعة الريحة فاحة وين ما كان مش عم بقدر أعمل عزيمة بجنينتي بتخيل بتخيل والبعض كمان بلومك بيقول انه انت اللي قلت بحمل ما تعودت رفضت على الظلم رفضت ورفضت ورفضت لما قال لك حزب الله تعودت على الظلم انه بدنا تعودت نفتح تعودت هذا المطمر يجب ان يفتح صدري في نفايات الضحية صدري فتحته بحمل وبحمل بحمل كثير فضي بالك بعد الفاصل ملف النفايات نتابع هذا اللقاء المباشر على الهواء من خلدي مير نحن جايين لعندك لهون ريحه طالعه مثل ما قلت حضرتك ما فيك تعمل عزيمه ببيتك بس في اكثر من هيك اليوم بنستقبل السايح والمغترب اللبناني واللبناني اللي مسافر بنستقبله من وضعه بريحه الزباله عبر بوابه لبنان مطار رفيق الحريري الدولي اليوم كيف ارتضيت بما ارتضيت به وهل انت راضي عن هذا الحل اي حل كوستا برافو لا اكيد ماني راضي اكيد ما ماني راضي ابدا كنت مشكل جبهه رفض فجاه طلعت قلت انه بدنا نمشي الدوله تتعاطى بهذا الامر بكثير كثير كثير من الخفه بتضل تحشر الناس والمواطن ليوصل لزاويه يصير امام حل من اثنين يا الزباله بدها تاكله بالشوارع والازقه والبيوت يا اما بيفرضوا عليه امر واقع مثل ما فرضوا القسط ما في حل لما صرخنا وعيطنا وبعدنا عم نقول انه يا عمي هذا موضوع النفايات بده علاج جذري أن تقوم به الدولة اللبنانية يا إما أنا مني خبير بس يا إما بمعامل ومعالجة يا إما بمحارق حديثة أنا بفهمش فيها كتير هيدا لأن في ناس ضد المحارق وناس مع المعامل أنا ما بفهم بالتقنيات الدولة ضلت تحشر المواطن اللبناني لأكلتنا الزبالة بالشوارع وأكلتنا الزبالة وصار في أمراض بالمستشفيات من وراء الزبالة بشوارع بيروت وشوارع الضاحية وإلى ما هنالك وفي كل المناطق وضلوا يزركوا فينا إنه ما في حل يا بتكلكم الزبالة يا اما الكوستا برافو بالنهاية نحن مسؤولين انا راضي قطعا مني راضي انا هيدا بيتي تفضلي انت حضرتك قاعدة فيه وقلناها بمجلس وزراء مين بيرضى هيك انا اذا ما بدور الاير كونديشن فيه شقد بجنيني لما يضرب الهواء الشمالي بواب بالبيت ما بيقدر افتحهم بتصير الريحة جوا طيب بدها حل الحل أنا لست مع حل المطامر ابتلينا بالنعمة قالوا لنا النعمة بس تذكر مؤقت قعد 17 سنة جينا على الكوستا برافا بقرار مجلس وزراء اللي صدر وكان في قرار قضائي كمان من بعد تماما انه بينربط بمصانع او معامل لا هي تحركت ولا تحركت تكون ضميري مرتاح الرئيس سعد الحريري صار باكثر من جلسه لمجلس وزراء بيقول وبصر انه لازم نوصل لحل جذري ومركزي من قبل الدوله اللبنانيه يا اما باعتماد
ثلاث أربع محارق كبيرة يا إما معامل كبيرة يا إلا معامل. الحصار حكي كتير. في رأيك؟ أنا مع الرئيس الحريري بهذا الموضوع. في رأي بيقول اتركوا النفايات للبلدية تتعالجها. أنا ماني مع الرأي. لأنه لما نجي نقول البلديات تتعالجها أكنه نحن بلدياتنا بلبنان طبعا مش عم قلل من أهميتها المعنوية بس أكنه مونت كارلو. ما نحن عنا أزمة بالبلديات. نحن البلديات عم يقتطعوا منا من الصندوق البلدي المستقل أموال باهظة كانت لسكلين. البلديات بدها تعمل معامل فرز وهذا. يعني مثلا إذا قضاء علي بدي اتكل على البلديات هي تقوم بهالحملة أو الاتحاد أو الاتحاد. في عندك محلات ما في اتحاد. في محلات أنا ضد بالمطلق شيء اسمه سياسة مطامر. لا بالبحر ولا بالبر ولا بالجبال ولا بالوديان ولا بمطار. يعني فرزوا محارق ما كتير بيبقى خيارات. خلينا نقول كل العالم حلين مشكلة الزبالة مش عم نخترع شيء جديد. 100% تفضل. ليه التأخير بهذا الموضوع؟ ليه؟ ما بعرف. انا رأيي لأسباب سياسية بعرف شو. طيب اليوم عندكم كمان مشكلة نفايات مستجدة. خلينا نقول الإقليم وعم نشوف هذه النفايات طبعًا المنتشرة. لماذا طبعًا الآن وما هو الحل؟ ايضا بعد عم بيقول انه ربطه بالخطه المركزيه للنفايات وغيرها. ما بعرف خطه مركزيه خطه محليه والله قرفنا. يعني ماني عارف كيف عم بيتم انه كيس زباله بده صار رؤيه استراتيجيه. شيء مؤسف. شو بدي احكي لك؟ يعني ما برجع بقول لك ازمه البلد هي ازمه ما حدا بده يواكبنا بهي القصه وما حدا بده يعترف فيها. عندنا ازمه اداره نظام سياسي فارط بين ايدينا بصراحه. يعني ما انه صلنا هل يعقل بثلاث سنين اربع سنين خمس سنين مش قادرين ناخذ قرار بمصنع بمحرقه بمعمل ما بعرف شو بس مش قادرين؟ انه شو نحن عم نخترع البارود؟ في ضغط عليك من حلفائك في هذه المساله مير بمساله القبول باليوم هذا المطمر الموجود على بيتك بالكوستا برافا؟ والله حرام. يعني ما بدي اقول. اول شيء ما بدنا نصنف الناس ضغط ولا غير ضغط. في ضغط الزباله مش ضغط سياسي. في ضغط الزباله بس هذا كمان لازم يعني يخليك اكثر من غيرك تضغط لحل ما في هذه المساله. طيب انا في لازم محرقه في لازم مصنع في لازم هذا. بالنهايه الدوله بدها تحط اصبعها على الجرح اللي انت بمقدمتك جيت عسيره الموضوع وتعالج هذا الامر. حاج بقى مزتوت هذا الامر. كان في خطة من 2010 حكومة الرئيس الحريري وقت خطة متكاملة للنفايات. عم نحكي من سبع سنين لورا. راحت حكومة الرئيس الحريري اجت حكومة جديدة وتم وضع هذه الخطة في مرسوم حتى صدر تم وضعه في الأدراج. بدي خبرك خبرية إذا فوقتيني على شغلة قولة. بكل دول العالم اللي بتحترم حالها الحكم استمرار. طبعا عندنا نحن بهالبلد الحمد لله عندنا نحن الحكم قطيعه مع ما سبق. نحن بيروح وزير. يا ريت عندنا خطه بنلتزم فيها كلنا. بيروح وزير بيجي وزير مطرحه بتقعد الحكومه سنه سنه ونص سنتين. معظم الامور اللي كانت مقرره بتروح على الادراج منبلش من اول وجديد. في راحه على فكره انه الناس ما بتحاسب بلبنان. بالنهايه بيرجعوا بدهم ينتخبوا بدهم يصوتوا لهذا الزعيم المذهب الطائفي اللي ما في غيره بحكم الحال. يعني اليوم عندك كمان مثال برج حمود ايضا كمان في مطمر وكان في مطمر كمان سابقا ايام الحرب. المنطقه كلها عاشت ازمه النفايات رجعت عم تتجدد هلا كمان نفس الشيء. بيعرفوا المسؤولين انه ما في حل رح يرجعوا يصوتوا لنا شو ما عملنا. في هذا التواطؤ ما بين الطبقة السياسية انه وين بده يروحوا الناس بالاخر؟ رهائن معنا. اول شيء بدي كمان يعني عم تسألي سؤال محق كثير وانا بتسأله بيني وبين حالي. انه هل رح يقصصونا او لا؟ انه لا انه انا بقول لك بصراحة شو بقوله بشكل عام
ما بدي اتهم حدا، بس بشكل عام في ارتياح لانه الناس بالنهاية بتسلم، وهذا امر غير صحي وغير يعني برجع بقول لك في جيل جديد بكامله مستسلم، مش انه بيسلم، ما بيتعاطى سياسي، ما بيقرب على شيء اسمه التابو اللي محرمات الواقعيه السياسيه. يعني بقول لك ليش بدي اعمل هيك، الواقع بيرفضها. مين بالنهايه؟ ما نحن بشر بالنهايه، نحن فينا نفرض الواقع اللي بلايم طموحنا ومستقبل اولادنا بالبلد. اليوم كان في موضوع آلية التعيين على مجلس الوزراء، تم ارجاء، عم نلاحظ كانه عم يتم ارجاء البنود الخلافيه، ملف النازحين كمان يبدو انه رح يروح الى تمييع، الى ايضا ارجاء، كون ما حدا قدر يعمل شيء في هذه المساله، وفي مواقف خلينا نقول متضاربه من ايضا هذه المقاربه. شو عم بيصير بمجلس الوزراء؟ يعني للحفاظ على نوع من خلينا نقول وئام ما بين الطبقة السياسية، عم يتم ترحيل كل ملفات الخلافية ولا امتى؟ نحن بمجلس وزراء ارتضينا كقوى سياسية من أول يوم، يعني بغض النظر كل واحد عن موقفه الشخصي او الحزبي او السياسي، انه الامور الخلافيه الكبرى ما نجيبها على طاوله مجلس الوزراء، لانه رح تعمل فرز حاد. وانا صرت باكثر من جلسه طرحت كذا موضوع وقلت، وهلق رح قولها معك، أنا مش مع طرحة على طاولة مجلس الوزراء، ولح أعطي مثل بسيط. إذا نحن على طاولة حوار كنا برئاسة الرئيس نبيه بري الله يوجه له الخير قبل انتخاب فخامة الرئيس ميشيل عون، في أمور ما قدرنا نتوصل، كل قيادات البلد قاعدة. إذا بلقاء بعبدة كل قيادات الصف الأول قاعدة، وما تم توصل لبعض الأمور، الحكومة بدها تعالجها، كيف بدها تعالجها بصراحة؟ مين بيعالج المواطن؟ يعني يا واحد بالحكم يا لا يا ست ولا ليش دغري بتتسرعي بالله؟ أنا ما قلت مواطن، أنا أعلنت وطالبت إنه يصير في اتفاق بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والرئيس نبيه بري بالتشاور مع القيادات اللي بتمثل هذه الحكومة، وعقد اجتماع فوري لطاولة حوار بين القيادات الصف الأول لبت هكذا مواضيع. على طاولة مجلس وزراء لن تبت. بس ما هو الممثلين بطاولة مجلس الوزراء اللي مفروض هي تفرج الحكم اليوم صورة للناس انه في فعلا مؤسسات فعالة. يعني اذا طلع الوزير وعمل تليفون للمسؤول وقال له نحن بهيدي الصدد، هيك القصة برأيي. لكن كيف تنتهي الحوارات؟ شفنا الحوارات الطويلة العريضة كمان لوين انتهت؟ دخليك لوين وصلت؟ دخليك اذا القيادات محلوها ممثلي القيادات بتحلها؟ اذا في قرار قبل كان في كلمة، كان في كلمة من الخير، اليوم في كلمات يبدو. إذا في قرار لكن القيادات يتفضلوا يحلوا. لكن ما في قرار، شو ناطرين؟ نحن قبل كنا ننطر كلمة السر، اليوم شو ننطر؟ شو هو الوحي اللي بينزل وبحل المسألة اللي بتكون معقدة وصعبة نحن مش عم نستغل فرصة تاريخية بهالبلد إنه مستقلين 100%. مش مستقلين، بس مش لانه نحن قررنا ناضل ونستقل، ثق بما حدا قال رجلتنا، انه ما حدا قال رجلتنا صحيح. نحن بدل ما نستغل لنشوف كيف نعزز وضعنا، مع الاسف يعني شو لا في البعض عم بيطالب باحتلال ما يشي او بانتداب جديد او باي شيء، لانه
لحد هلا الامور بالعكس ما عم تنحل كما يجب، مع بعض الانفراجات احيانا اللي كمان الواحد بيقول انه طب هيدي اذا انحلت ليه مسائل اسهل وابسط ما بتنحل، منها قصه الكهرباء مثلا، في اترك الكهرباء لبعد الفاصل بدك تعلق على هذا الموضوع، موضوع ايضا سجالي كبير في البلد. وين بيكون المير؟ على اي ضفه؟ بمجلس الوزراء كمان شو عم بيكون رايك في هذه المساله؟ فاصل مشاهدينا ونعود. مير، تعليقك السريع على ملف الكهرباء مع البواخر ضد البواخر مع الحل المستدام الطويل المدى، وين انت؟ مع حل مشكلة الكهرباء. كيف؟ ماني خبير بس انا مع حل مشكلة من اللي عم تشوفه بمجلس الوزراء وما الكلام الكثير حول هذا الملف. حكي كثير ويعني انا يعني تجربتنا الطويلة بهاي القصص بنختلف، ما بعرف إذا منكون محقين أو مش محقين، بس بعرف بالنهاية المواطن عم يدفع ثمن، ما في كهرباء، ما بيليق ببلد طالع من حرب بعد 30 سنة لحد هلق ما في كهرباء، بدأ علاج جذري. وأنا بعتبر أنه لما إجا وزير الطاقة وطرح مشروع الخطة على مجلس الوزراء وتوافقنا عليها، هلق أوكي في بعض الامور تعلقت انه العوده الى مجلس الوزراء، طيب ماشي اوكي يعني محلوله مثل ما بقولوا، بس انا بهمني انه توصل الكهرباء للناس. من المعيب الاستمرار في مسائل حياتيه اساسيه للناس، منا المي ومنا البنى التحتيه ومنا الانماء ومنا الكهرباء، اذا كله بدنا ندخله بالبازار السياسي الطائفي المذهبي العنصري بلادة، ما رح نوصل لمطرح بصراحة. طيب مواضيع كثير اليوم، السلسلة كمان عادت إلى على بساط البحث والكلام، هل رح تسترد الحكومة وإلا عم بيهدد رئيس المجلس النيابي طبعا لأسباب لديه ربما أنه لا إذا بقيت بالمجلس سيتم إقرارها، هل تتهربون من إقرار السلسلة؟ لا. هل ممكن تكون نوع من خليني أقول بالتعبير بالإنجليزي بيقولوا ماس برايب، رشوة جماعية قبل الانتخابات النيابية أم لا؟ السلسلة في خوف على الوضع الاقتصادي وهي مجرد ملهاة للناس. ما عندي جو بهيدي في سلسلة أو ما في؟ إنه محولة إلى مجلس النواب، وأعتقد بانتظار كان عم ينحكى باسترداد للحكومة. أنا ما سمعت فيه صراحة. الرئيس بري قال يعني يا خدوة يا بدنا نحن إذا بدها تضل بالمجلس النيابي سيتم إقرارها أو وضعها بأول جلسة أول بند. ما طرحت بمجلس وزراء لا من قريب ولا من بعيد استردادها. إيه أبدا. ومسلسل السلسلة إلى أين؟ في قرار اليوم بإقرارها أم في قرار بتمييع المسألة اللي صار عمرها سنوات؟ لا، في بعتقد في قرار واضح وصريح باقرار السلسله. شو ليه الانتظار؟ بالموازنه اللي انا رايي بدها المفروض تنحط، صارت على جدول اعمال مجلس نواب لاقرار. تندخل الى البيت الداخلي، مش البيت الداخلي الدرز، البيت الحزبي كمان، خلينا نقول البيت الصغير لديك اذا بتسمح لنا، يحكي عن استقالات اليوم داخل الحزب الديمقراطي اللبناني، شو السبب؟ يعني اكنه الحقيقه انا مستغرب، في هجمه اعلاميه علينا. طبعا انا ما بتاثر علي ولا بتوقف عند، تعرف مصدرها؟ ما بهمني مصدر، صغائر الامور والوشوشه والاشاعات كله بزت ورا ظهري، انا بتوقفش عندها. كتار ناس راهنت انه بتلعب باعصابي بزت خبريات ووشايات وقلائل. ما في استقالات؟ لا، صار استقالات بتصير باي حزب، بس عدد الاستقالات عندنا بالحزب 4 فقط؟ نعم. ولي أسباب إلى علاقة بالسياسة إلى علاقة بشو؟ يمكن أو كل واحد نفسه من نضالي بالحزب نفس قصير.
هذا في اعتراض يعني على سياسة الحزب؟ ما بعرف يعني شو الأسباب، لا بس اللي أنا بعرفه. بس عم بتقول في 4 استقالات فقط لا غير. إيه؟ عم تحكي طبعا بأي مدة عم نحكي زمنية؟ عم بحكي بكل هاللي انكتب عنه اللي طلعت واللي انحكى ب80 استقالة و90 و40 و50 وكله حكي بلا طعم. هذا ما نسيج علاقات مير مع الصحفيين بحيث ممكن تقدر تخلق توازن ما مع اللي ممكن يطلع مثل ما عم بتقول حضرتك إشاعات ووشيات عليك وأخبار، عامل توازن على الصعيد الإعلامي والصحفي؟ بعض الإعلام بالبلد مسيء، وبعض الإعلام بالبلد يستند بحب يعني هيك توجهه، بحب يخترع كذبة ويسوق له ويكتب عنا ويطورها ويبني هذا. واساسا في بعض السياسيين بيعتمدوا هاي السياسيه. طيب ببلديه الشويفات شو عم بيصير؟ كمان يحكى انه في مشاكل مع الحزب الاشتراكي، في عدم رضا عن الاداء البلدي للبلديه اللي هي تابعه لك اليوم سياسيا انت اللي ربحتها، وبنفس الوقت عم ينحكى انه بحصبية على عكس ذلك هنالك بلديه ربحها الحزب الاشتراكي وفي مشاكل مانع جماعتك. ما بيخلى الامر من شو مناوشات يعني بتصير يعني منا مش انا ما بتوقف عندها يعني قلق. بالنهايه انا بحب دائما طلع بالنص الكوب الملان على قاعده انه ربنا جل جلاله مش راضي عباده. هذا يعني انه شو يعني. بس حضرتك راضي؟ راضي حضرتك على الاداء؟ انا بسياسه البلديات والهيدا قليت على نفسي انه انا لن اتدخل لا من قريب ولا من بعيد الا بدعمه بأموره، إذا بتطلب أي شيء إنمائي أنا حاضر إنه قدمه، واجباتي إنه قدمه، بس أنا مش شغلتي لا دير بلديات ولا أقعد أعمل قاضي صلح ببلديات. بس ممكن تتحمل التبعات كونك أنت الداعم السياسي الأول للبلدية محسوب عليك. أنا بالنسبة لإلي انتهت قصة الانتخابات البلدية من في كل لبنان أو في كل المناطق اللي إلي تمثيل فيها، تاني يوم أو ليلة اللي طلعت النتائج أنا بالنسبة لإلي خلصت. ولا أتعاطى مع أحد لا على قاعدة سياسية. البلدية هي بلدية لكل الناس، هي بلدية لتمثل كل الناس وتخدم كل الناس وتتعاطى بشفافية مع كل الناس. عم تتواصل مع دروز السويدة تنطلع شوي من لبنان إلى الإقليم؟ طبعا. وكيف شايف الوضع في سوريا؟ في اتجاه إلى حسم النظام، عم نشوف أنه اليوم عم يكسب ميدانيا، بس يقال أنه مسألة الحسم بعد مسألة بعيدة وطويلة الأمد وما في حتى قرار دولي بحسم اليوم المسألة في سوريا. كيف شايف الأمور رايحة؟ الوضع بسوريا أكيد أحسن بكثير من الأول، ومتجه أكثر إلى الحسم والإرهاب التكفيري الذي أصبح يهدد ليس فقط سوريا ولبنان والمحيط، بل أصبح يهدد العالم كله والسلم العالمي بأسره والسلم الإقليمي. ما في شك أنه الدولة السورية بمواجهتها الفعالة على أرض الواقع الميداني في المعركة حسمت كثير من الأمور ومتجهة أكثر إلى السيطرة الكاملة على هلق بتقليلة أنه ممكن تأخذ وقت. إيه ممكن تأخذ وقت. بالنهاية المسألة تعدت الوضع الإقليمي، أصبحت المسألة إلى امتداداتها الدولية، وبالنهاية كل العناصر داخلة في هذا الموضوع. بس أكيد اللي بأكد لك أنه لولا حسم كثير من الأمور على مستوى الميداني بسوريا كانت تغيرت كثير من المعادلات في المنطقة. ولبنان بشكل خاص يتأثر بشكل مباشر بالذي يحصل في سوريا، إن
بغض النظر إذا كان الواحد مع النظام ولا كان واحد، ما بدي أقول مع النظام، بدي أقول مع الدولة، ولا واحد عنده رأي مختلف عن أو مع الشعب، أو إذا بدك أول شيء إذا بدك تفوت بالتسميات، يعني مين كل واحد عنده وجهة نظر. أول شيء لا، اسمحي لي اسمحي لي، ما بدك تقول نظام، بدك تقول دولة. اسمحي لي قل لك، اسمحي لي، لا إله كفر. لا طولي بالك، للبعض للأسف يعني الدولة الإسلامية بيسميها دولة كمان، طولي يعني بالتعابير قد ما بدك فيك تستخدم. طولي بالك، أنا وزير في الحكومة اللبنانية، مش هيك؟ يربطني علاقة خاصة مع أخي السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، أفتخر وأعتز بها. زرته من فترة قصيرة، ما هي دايما يعني في لقاءات دايما، بس ليه ما عم تكون على الإعلام؟ مش مشكلة الإعلام يعني بالهيدا. على كل حال، إنما أنا أقول بكل صراحة وبكل وضوح، الدولة اللبنانية تتعاطى في تبادل سفرات مع الدولة السورية، وفي اعتراف متبادل بالدولة وقيام الدولة في لبنان وفي سوريا، في أمر واقع صحيح، وفي سفير حتى بالأمم المتحدة، شو بدك بلبنان وفي الأمم المتحدة ولا ما قلت. وبالتالي إذا مطلوب أنه هيك نحكي كلام ما بفيد، أنا بدي أحكيك بكل صراحة، لبنان له علاقات مع المملكة العربية السعودية يجب الحفاظ عليها، إنما لبنان له علاقات مع الجمهورية العربية السورية يجب الحفاظ عليها. بس عم بتقارن بمحل في دولة، لا لا محل في ثورة وفي حرب ومحل ما في، خليني كفي خليني كفي. لبنان له روابط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تحترم على هذا الموضوع، عم بحكي كدولة. هل كل واحد منا على مستوى الحزبي والشخصي كيف بيقرأ الأمور، هاي مسألة أخرى. عم تنتقد السيد حسن نصر الله بكلامه عن السعودية؟ من حمل السيد حسن نصر الله أكثر من مرة انتقد السعودية؟ من حمل لبنان، من حمل لبنان أكثر ما يحتمل، أكثر ما يحتمل. إنما أنا لحقولها بكل صراحة، بإحدى طاولات الحوار، وبستغرب نحن بلبنان بينسوا، غريبة هالقصة يعني، بإحدى طاولات الحوار برئاسة رئيس جمهورية كان العماد ميشيل سليمان إذا مش غلطان ببيت الدين، كل أطراف الحوار قيادات الصف الأول، وكانت كثير من الأمور في سوريا بعد لم تحسب على أرض، يعني عم تحكي من 4 سنين 5 سنين، اتفقنا كلنا على الطاولة إنه لبنان يتأثر مباشرة باللي عم يحصل في سوريا بغض النظر كل واحد وين موقعه بالسياسة. إنما شو ما عملنا بلبنان لن نؤثر، لن نغير في المعادلة، حتى لو أرسلنا شباب تقاتل بسوريا. لا هيدا يعني غيرنا. حزب الله لا غيرنا، هي غيرت، لا غيرت احد الشخصيات الروسيه، غيرت كثير من المعادلات وابقت النظام، غيرت كثير. ستنا دخيلك في شيء اسمه هيدي نظريه ابقت النظام وابقت الدوله، لا انا التدخل الايراني، انسى التدخل الايراني، الم يبقى النظام موجودا؟ ستنا عم تساليني بدي جاوبك، ما هي عم اسالك، عم وسع الصوره، ما بدي احكي عن بروكسي. انا بالنسبه لي هذه الخطوه حمت الداخل اللبناني، هذه الخطوه الجريئه حمت الداخل اللبناني من انتقال الارهاب من سوريا الى اللعب ضمن الأراضي اللبنانية اللي لبنان ما كان بيتحملها ولا يوم. على كل حال إطلاقا، مسألة حماية حدود لبنان أو الدخول إلى سوريا وصراع وقتال السوريين في الداخل، هيدا كمان مسألة جدلية طويلة ما رح نفوت فيها هلأ أمير، بعد بقي لنا دقايق وفي أسئلة للمشاهدين. بدي أرجع إلى الداخل اللبناني، لأنه صحيح لا من قدم ولا من أخر. فارس القاضي عم بيقول وأسفاه على وضع الدروس في لبنان وكيف انتقلوا من طائفة ركيزة ومؤسسة للكيان إلى طائفة ملحقة به
من المسؤول؟ الظروف أو الزعامات أو الاثنين معا؟ أنا رأيي اثنين سوا، الزعامات والظروف. نعم. عم تلوم حالك أو عم تلوم والد بيك أو عم تلوم؟ لا أنا ما هذا، كلنا بنتحمل المسؤولية، وعندي الجرأة أقول إنه كلنا بنتحمل المسؤولية. كيف أخطأتوا؟ أخطأنا إنه تسامحنا ببعض الأمور اللي ما كان لازم نتسامح فيها، لأنه رحنا بإطار الموقف إذا بدك العام. غيرنا كان عم يحصد التفاصيل، ونحن التهينا بالشعارات الأكبر. وأنا برأيي هيدي الصرخة اللي هلق أنا عم قولها، وأنا طرحتها بأسبوع الماضي بالاجتماع مع والد بيك، إنه لازم يكون في موقف حاسم منا نحن في التعاطي في هذا الأمر الحساس على مستوى البلد، لأنه نحن عم نخسر كتير وعم نتراجع كتير في هذا الموضوع، ولا يجوز على الإطلاق التسليم به والقبول به. جمال الرز عم بيسألك، عندما شاركتم بحكومة الميقاتي والتي كانت لفريق 8 أذار، أين كانت حقوق الدروز ولماذا لم تأخذ حقك من حكومة فريقكم من حكومة فريقكم الحاكم؟ مين أستاذ جمال الرز؟ جمال الرز يمكن هو ناسي إنه تشكلت حكومة الرئيس ميقاتي الساعة 3:30 بعد الظهر، أنا استقلت الساعة 5. أي بس إنه بالنهاية هيدي حكومة حلفائك عم بيقول لك، بغض النظر إذا أنت طلعت أو بقيت فيها بغض النظر، أو ما عجبتك الحصة الوزارية. بغض النظر، لا حلفائك مين إذا حلفائك؟ مش بغض النظر، عم أهلك شوي، عم أهلك مش بغض النظر أبدا. لا طيب، بغض النظر أنا بدي أقول كيف تألفت هذه الحكومة. أنا الساعة 5 بعد الظهر كنت مستقيل. صحيح. من هذه الحكومة، لأن ما عجبتك الحصة الوزارية، مش اعتراضا على الحكومة أو الدروس. بلا، اعتراضي لأنه أنا ما قبلت، وبطاولة الحوار بعد أسبوع الماضي من أسبوعين ثلاثة سجلنا بالمحضر، أنا لن أقبل ولا أقبل بالتسليم بأربع حقائب سيادية محجوزة سلفا لأربع مذاهب دون الأخرى بالبلد. بس هالمرة قبلت، هالمرة قبلت. شوف، عهد جديد وكل شيء، أنا لحالي ما فيي، أنا مطالب وهلق لح طالب أكثر. واتفقنا على بطاولة الحوار باللقاء بعبدة إنه منطبق الدستور وما بقى فيه اي حقيبه محجوزه سلفا لاي مذهب. مير، انا بدي اشكرك على هذا اللقاء، بدي تسمح لي بعد بدقيقتين من دارتك اني ضمن اطار حق الرد، وصلني رد من السيده ايوبي اللي انحكى عنها الاسبوع الماضي بحلقه الوزير حاسباني، رح اقول كيف ردت، وبتسمح لي بمحل معين كمان انا رد. اولا يؤسفنا ما ورد في البرنامج لانه لم يستند الى اي دليل او توثيق، بل إن ما ورد على لسان السيدة بولا لم يكن منقولا عن جهة غير مختصة وغير مخولة، هيك مكتوب حرفيا، دون تقديم أي مستند أو إثبات، وكان بمثابة تشهير كونه لم يستند إلى رؤية طرفي القضية. ونحن نعتبر أن موقف مع الوزير حسباني كان كافيا لوضع حد لكل ما يقال حول هذا الموضوع. نحن عم نحكي إذن عن بيوتي إيمج وسيدة ندى الأيوبي. ثانيا، منذ ما يزيد عن 3 أشهر تتعرض موكلة ندى الأيوبي لحملة افتراء وتشهير دون أدلة. ثالثا، نتيجة حملات الافتراء التي تشنها بالناهي، تقدمت نون الأيوبي بشكوى ضد أمام النيابة العامة، اضطرت الناهي بموجبها إلى توقيع تعهد في مخفر التل بطرابلس يلزمها بعدم التعرض لنون الأيوبي بشخصها وعملها. رابعا، قدمت بي الناهي شكويين متتاليتين لدى وزارة الصحة وفشلت في إثبات أي من ادعاءاتها، لا بل إن طبيب قضاء طرابلس في وزارة الصحة أصدر تقريرا بتاريخ 29 حزيران 2017 لخص فيه نتائج التحقيق بالآتي:
إن المركز يقوم بأعمال التجميل العادية. تم الاطلاع على شهادات العاملين في المركز وتبين أنهم مجازون. ما بتقول بشو مجازون. شهادة الأطباء تفيد عدم وجود مواد محقونة تحت الجلد لدى بي الناهي، ولا يمكن أن يكون الطفح الجلدي ناتجا عن العلاج الذي قامت به بي الناهي لدى نون الأيوبي. أخيرا نؤكد أن بي الناهي سليمة معافاة، وأنها تمارس حياتها الطبيعية وتشارك في المناسبات العامة، وكل ما تدعيه ليس أكثر من وسيلة للابتزاز المادي والمعنوي، وتفضل بقبول فائق الاحترام المحامية دوحة أحمد عن موكلتها ندى صلاح الدين الأيوبي. أنا بس بدي أقول أنه أنا وردني سؤال على تويتر وطرحت هذا السؤال مثل ما هو، وهون كمان ما عندي ولا إثبات ولا دليل، وأنا مني أبدا طرف في هذا الصراع ما بين بيت الأيوبي والناهي، واللي صار بيناتهم كمان يعني ما بيخصني ولا تعطيت فيه بأي شكل من الأشكال. لم أقوم بأي واسطة وعم بقولها على الهوى، لا مع سيد ستريدة ولا مع دكتور سمير جعجع ولا مع الوزير حصباني، مجرد سؤال وطرحته، واليوم عم بقرأ هذا الرد بهذا الشكل. ما بعتقد اللي صار هو تشهير، هو مجرد سؤال، وهذا الرد الموجود واضح عم نرد عليه. إذا بعد في حدا عنده أي رد في هذه المسألة أنا مستعدة كمان أقرأ على الهواء، وبتمنى يكون هيدا اليوم نهاية هذا المسلسل ونهاية الاتصالات الكثيرة اللي عم تورده من طرابلس، وحقهم على كل حال. بس أنا مني أبدا طرف، وفي حال الطرفين حبوا يجوا يتواجهوا أنا كمان بفتح لهم الهواء. كل واحد كل طرف يقول شو هي الإثباتات والأدلة، لأن بعد ما شفت شيء من الإثباتات والأدلة، كله فقط حكي، والطرفين كل واحد عنده هو نظرته في هذا الموضوع. أنا بدي أشكرك مير مرة جديدة، شكرا على وجودك معنا، وشكرا على احتمالنا بالآخر بمسألة حق الرد. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله بنشوفك قريبا، مش بعد سنوات وسنوات، بحلقة جديدة بتصرفي. بدي أشكر صراحتك كمان اللي كانت اليوم كبيرة وحلوة، وبعتقد اللبنانيين لازم يتصارحوا. بس عندي تمني، تفضل، بس انه اذا بيجي شي وقت يعني جد ينعمل حلقة خاصة بموضوع المهجرين. تكرم عينك، نحن يعني على استعداد يعني، وموضوع مهم. وخليني اقول في مراجعات كثيرة، منهم استاذ ميلاد ابو ملهب راجعني اكثر من مرة بمسألة عالقة له، وانا ما حبيت اني يعني اعطي الهوى لشخص وما اعطي لشخص اخر، لانه يبدو في كثير ملفات عالقة في هذه المسألة. ان شاء الله كلها بتنحل. اكيد عندي بالوزارة والصندوق 129 ألف طلب عالق. أنا في 29 ألف اتصال إجاني بعتقد بهذه الطلبات، فمشان هيك ضروري نعمل حلقة، ونحن متمنى نعمل حلقة معك. أنا حاضر حل من الوزارة، وأنا حاضر، وبتاخدي مني الأرقام النهائية. أهلا وسهلا فيك مير. نحن مشاهدينا ما انتهت حلقة انترفيوز، نحن رح ننتقل إلى الفقرة المسجلة بآخر هذه الحلقة مع سيدة زينة الخليل، هذه الجمعية اللي بتهتم بتعليم أطفال من قدرين يتعلموا، Teach a Child. بتمنى تتابعوا هذا الجزء الأخير المهم جدا، ولبنان قايم على هذه المبادرة الفردية وعلى هذه الجمعيات، فتحية إلى سيدة اللي عم يشتغلوا بـ Teach a Child. شكرا، إلى اللقاء. برجع مشاهدينا إلى استوديو بهذه الحلقة أو بهذه الفقرة المسجلة مع السيدة زينة الخليل. أهلا وسهلا فيك ست زينة، حضرتك رئيسة جمعية Teach a Child، وأنا دايما بهالبرنامج عندي جمعيات بحب ضوي عليها للشغل العظيم اللي عم بتقوموا فيه بمجتمع لبناني يحتاج هالقد لمساعدة ولمبادرة. Teach a Child مثل ما اسمها بيقول بتعلموا أطفال، خبريني كيف انطلقت الجمعية؟ بلش الجمعية نحن سيدات يلي معنيين بالعمل الاجتماعي، كان عنا هم أو ما نمشي على الطرقات ونشوف ولاد على الطرقات عم تتسول عم تشتغل وما عم بيكون عندها الأكسس للمدارس، ما عم تروح على المدرسة ما عم تتعلم. من هون صار عنا مثل حاجة إنه نساعد هالتلاميذ يلي قاعدين بلا دراسة، وحبينا إنه نجرب نقدر نحطهم بالمدرسة. وأول ما بلشنا عملنا كان هيدا هو هدفنا، ولكن اصطدمنا بعائق كتير كبير يلي هو القوانين عنا بلبنان يلي ما عنا إلزامية التعليم. لا، بيقال إنه عنا إلزامية التعليم، انزادت بصيف 2011 زادوا كلمة إلزامية التعليم بلبنان، ولكن ما في مراسيم تطبيقية لنقدر نطبقها، يعني بعدها هلأ حبر على ورق مثل ما بيقولوا. عم نجرب نحن نعمل شوية لوبينج مع الوزراء والنواب انه نجرب نمشي فيها ويصير في مراسيم تطبيقية ليقدروا ينفذوها،
ولكن لهلا انظمه التعليم مش موجوده بلبنان. فأو ما صار عندنا هالعائق قررنا انه بما انه قانونيا ما عم نقدر نجبر الاهل يحطوا اولادهم بالمدرسه، رح نجرب نقنعهم يحطوا اولادهم بالمدرسه، وعلى القليل نساعد الاهل يلي بدهم يحطوا اولادهم بالمدرسه ولكن ما عندهم قدرات ماديه. ومن هون انطلقنا. و عم بستغرب شغله انه في اهل هن ما بدهم يحطوا اولادهم يعلمون. اي اكيد في اهل اولادهم بيشغلون العاملة الأطفال، مع أنه نحن العمر عنا 15 سنة، ولكن في كتير أهل بيشغلوا أولادهم من عمر أصغر من 15 سنة، يعني بيقرروا يشلوهم من المدرسة وبحطوهم بسوق العمل. صحيح، وكتير مرات كتير بيكونوا بيشلوهم من المدرسة لأنه ما عندهم قدرة يبعتوهم على المدرسة. يعني المدرسة نحن بالاسم مدارس مجانية، ولكن في عندك رسم التسجيل، رسم لجنة الأهل الإلزامي، الكوستيوم، الكتب، القرطاسية والمواصلات يلي هي كبيرة على الاهل، وكثير ايام ما فيهم يامنوها. هي عم تحكي على المدارس الرسميه. هيدي عن رغم انها مدارس رسميه فيها هيدي في كل هالتكاليف. يعني نحن التلميذ بكلف اون افريج بالسنه 400 دولار. بيختلف قد ايه بعيد عن المدرسه وباي منطقه عم تحسبي المواصلات ومع المواصلات معدل. معدل لانه نحن كمان بنعلم بالجامعات وبالمهنيات، فالمعدل عندنا تقريبا 400 دولار سنوي على التلميذ. في كثير عيال يلي عندها ثلاثه واربع اولاد ويلي بحاجه ماديه اوريدي ما عم بيقدروا يامنوا لقمه العيش لاولادهم، ما فيهم يتحملوا هالمصروف وبيضلهم اولادهم برات المدارس. زينة، اول شيء اجتك الفكره من الاولاد الموجودين على الطريق. صحيح، اليوم بنشوف في عدد كثير كبير من الاولاد على الطريق. هل هيدا بينطبق على اللبنانيه وعلى السوريين وعلى الفلسطينيين او فقط؟ اي بالاول كنا قبل الازمه بسوريا كنا نشوف كثير اطفال لبنانيه، وكانت بس بعدها الازمه اصغر. هلا صار بتمشي على الطرقات ولا جمعيه بتلحق؟ ما حدا بلحق، الدوله اللبنانيه ما عم بتلحق يعني، ولا يو ان اتش سي ار ولا حتى هيئه عم بلحق. وبعدين كمان برجع بقول القوانين، اذا بينحط قانون الزنيه التعليم انه الاهل يغرموا اذا ما بعتوا اولادهم على المدرسه، هيدا بتتغير. طيب اليوم شو عم نحكي بارقام؟ يعني جمعيتكم تقريبا قد ايه قدرت تفوت اولاد على مدرسه او على جامعه؟ نحن السنة يعني بنفتخر نقول انه عندنا 1311 تلميذ بالمدارس بكافة المناطق بلبنان، ب 175 مؤسسة تعليمية بلبنان، عندنا بمدارس وعندنا بثانويات وبمهنيات وبجامعات، ونحن التلميذ يلي بنبلش نعلمهم بنكفي معهم ليخلصوا دراستهم، يعني إذا نجحوا يعني فول سكولرشيب عم نحكي ليك ايه، بضلوا معنا على طول، بينجحوا البروفي بكلفوا ثانوية أو مهنية، بينجحوا الثانوية بكفوا معنا على الجامعات. عندنا السنه 29 تلميذ بالجامعات ونحن كثير بنفتخر انه وصلناهم. اي جامعه عم نحكي؟ جامعه اللبنانيه؟ الجامعات اللبنانيه. لا عم نحكي عن الجامعه اللبنانيه، يعني انتم بتساعدوني يفوتوا. نعم. على الجامعه اللي هي كمان مجانيه. كمان مجانيه بس كمان بيكون فيها كثير تكاليف ورسوم، خصوصا انه الجامعات اللبنانيات كمان منن بكل المناطق بلبنان، والمهنيات منن بكل المناطق بلبنان، فالمواصلات بتصير عبء كبير، وبيكون عندهم كمان تكاليف الكتب، اذا واحد عم يدرس هندسه شو عنده لازم يجيب اوائل و قد صار لكم كم سنة؟ صرنا 6 سنين. 6 سنين وصلتوا لهذا العدد اللي الحمد لله العدد. الحمد لله نحن اكيب كبير وستات فاعلين و قلتي لي 25 ست. نحن 25 ست بالجمعية، بنتقسم نحن شغلنا نحن كله على الأرض. بأول السنة الدراسية يعني بسبتمبر بتلاقينا كل وحدة طالعة على منطقة، ونحن بنتعاطى دغري مع التلاميذ ومع العيال ومع مدراء المدارس. حلو. ومع المراكز الاجتماعية، نحن بنفسنا كل وحدة بالمنطقة المسؤولة عنا. تمويلكم من وين عم بيكون؟ يعني شفنا سهرة كتير حلوة عملتوها وكانت الناس كتير حابة تساعد، لأنه يعني معروف قد عم تعملوا شغل رائع وقت في جمعيات للأسف بيكونوا يا برستيج يا قاعدين فقط للاسم انه في جمعيه، جمعيتكم تشتغل على الارض وموجوده، مشان هيك الناس بتساعدكم كثير، بس هل عم بكفي هذا العشر سنوي انك تقدر تمولي هالقد عدد؟ لهلا كان عم بكفي، ولكن الحاجه عم تكبر كثير ونحن عم بينعرف عنا كثير، يعني كنا من زمان نحن نبرم على المناطق ندور على التلاميذ ونحطهم، هلا كثير عم يندق على بابنا، وجمعيات ثانيه اللي بتعنى بغير قضايا عم تدق بابنا وعم بيسالونا لمساعده الناس اللي هن بيعرفوها. فأهم ريع الحفلة هو أهم مصدر لإلنا. هلأ بنعمل غير إشي، عنا هلأ بأول الخريف عنا اكزيبيشن لارتست بريطاني توم يونغ،
وعندنا كمان حفلة راقصة كمان بآخر الصيفية، يعني بنضلنا نعمل إيفنتس صغيرة، ولكن أهم مصدر لإلنا هو العشاء الجالا دينر. نعم. اللي اليوم بده يساعدكم، بده يتواصل معكم، أو اللي عنده ولد وبده يشوف كيف أنتم فيكم تساعدوه، كيف التواصل معكم؟ شفت انه في ويب سايت. نعم، عندنا ويب سايت www.teachachild.org، في عندنا الفيسبوك كمان بيج تبعنا تيتش تشايلد، وعندنا 01-379-119 فيهم يحكونا ونحن بابنا مفتوح. خلينا نكرر الرقم مره جديده، 00961 كود لبنان 1-1-379-119. عظيم، هذا للاتصال بتيتش تشايلد في حال في اولاد فيكن بعد تساعدوهم تدخلوهم على المدرسة. بتاخذوا أولاد من عمر معين أو بأي عمر اللي كان؟ نحن أول ما بلشنا كنا نقول بما أنه عمر العمالة بلبنان 15 سنة، نحن كل تحت ال 15 سنة ما نحطهم بالمدرسة، ونطلب من أهلهم بدل ما تشغلون ولا تتركون يتسولوا على الطرقات خلينا نحطهم بالمدارس. ولكن كنا كتير مبسوطين أنه في أولاد حققوا نجاحات ونجحوا، فكفينا معهم لبروفي ومن بعد البروفي وسنويات، ويلي نجح كمان كفينا معه. فنحن ما عندنا عمر معين، من اول ما بدهم يفوتوا على المدرسه ليخلصوا دراستهم عم نكفي. طيب في تعويض للاهل يلي بتقولوا لهم مثلا نحن رح نحط ابنكم بالمدرسه، بس هل الاهل اللي معتمدين على ولد للاسف انه هو يجيب انكم، شو بينعمل مع الاهل؟ نحن عطائنا بس عم بيكون للتعليم. هو اصلا كثير يعني، بس انه عم بسال بس في حال انه لا نحن ما عم نفوت بهيدي، يعني في جمعيات ثانيه بتعنا بانه تامن لهم اكل ولا ملبس ولا طبابي ولا شيء ثاني، ولكن نحن مركزين بس على التعليم للتلاميذ اللي بحتاجهم. عم بتلاحظي من وقت ما بلشتوا لحد اليوم اللي هي سنوات يمكن منها كثير طويله، بس عم بتحسي انه الوضع عم بيتدهور؟ اكيد اكيد، يعني اول ما بتطلعي على المناطق شوي بعيده عن بيروت بتشوفي هالناس يلي كانت تشتغل وتقدر تأمن لقمة العيش لعائلتها عم بيصير عندها صعوبات أكتر. أول شيء عم بيجي النازحين من سوريا، يعني صارت فرص العمل أصعب وأصعب، الحاجة عم بتكون أكبر وأكبر، فعم بتزيد الحاجة كتير أكيد، عم نشوفها كتير قدامنا، والفقر عم بيزيد، في ناس عم بيكونوا موجودين عم بيزيد. هلأ في كتير رح يسمعوك أولادهم موجودين بالمدارس بس ما قدرين يدفعوا أقساطهم، أكيد في آلية للمساعدة؟ أكيد أكيد، حيلا حدا بيحكينا، نحن بنروح بنعمل عنه أنكات نتأكد إنه عن جد هن بحاجة، وإذا كانوا بحاجة بنفوتهم بالسيستم تبعنا وبيكفوا معنا. شو المعيار؟ يعني المعيار هو أكيد إنك حاطة خليني أقول معايير معينة، أيها الحاجة القصوى أيها الحاجة الأقل. نحن عنا الحاجة المادية، يعني نحن مساعدتنا بمعزل عن الدين، الجنس، المنطقة اللي بيجي منه، وبمعزل عن الأداء العلمي. نحن مش بس بنأمن للشاطرين، تأمين للشاطرين، لأنه كل ولد بلبنان لازم يكون عنده حق أنه يتعلم، يستحق فرصة أكيد. هلأ في ولاد يمكن يكفوا يصيروا مهندسين ويتخرجوا من الجامعات ومحامية، ولكن في ولاد حتى لو ما كفوا لازم يكونوا على القليلة، الأمية مش مقبولة بقى بلبنان، ما بيصير أنه ولد يكبر ويصير إنسان أمي بلبنان بالعصر اللي نحن عايشين فيه. من هون نحن بنساعد حيلا شخص بحاجة مادية وما بيقدر، بنتأكد أنه هو ما عنده القدرة ليأمن تعليم ولاده، نحن بنساعده. ما انتبهت شو قلتي لي عن مساله الجنسيه، بس لبنانيين او في؟ نحن اول ما بلشنا كنا عم نساعد كل الاطفال يلي بلبنان، ولكن اول ما بلشت مساله النزوح واللاجئين السوريين بلبنان لقينا انه هيدي قضيه اكبر منا، هي اكبر من الدوله اللبنانيه. صحيح. فنحن ما تطرقنا لهيدا الموضوع وما فتنا بهالملف، مساعدتنا بتكون للبنانيه او ليلي امهم اللبنانيه، لانه نحن بنعتبرهم هول لازم يكونوا لبنانيين. اكيد. ومنساعدهم أكيد. بدي أشكر كتير زينة الخليل على هذا الشغل الرائع، تحية لإلك على الوقت اللي عم تعطيه لهالجمعية وعلى الجهد الكبير، ومع الستات ال 25 اللي معي كل وحدة بتستحق نحكي عنها، للأسف ما فينا غير نقول لهم هيك جماعيا مرسي كتير كبيرة على الاهتمام بالتعليم، أهم شيء التعليم. صحيح. ليطلع جيل مختلف، جيل أفضل، لتخف الجريمة، ليصير في بلد افضل من هيك، بدنا جيش من المتعلمين. فشكرا لكم، اذا بتحب تضيفي اي شيء اهلا وسهلا. نحن شاكرينكم، يعني كل شخص بيساعدنا مرات ماديا مرات عينيا مرات انه يحط اكسبوجر علينا، فنحن شاكرينكم كثير على هالفرصه انه نطلع معكم. هيدا اقل واجب. شكرا لك زينة الخليل. مشاهدينا انا بختم هذه الحلقه وبشوفكم الاسبوع المقبل، الى اللقاء.
صار لي هون شي سنتين تقريبا. تركت المدرسة بصف الخامس. ايه بحبها بس ما بحب الجغرافيا، بحب الحسابات أكثر. لكو كم واحد بالبيت؟ كنا خمسة صرنا أربعة هلا. ليه؟ لأنه بي توفى. أنا عمري قل له ما تخاف أنا هون. هيحكي معي عمره بين 12 و 13 سنة بس بيشتغل على 5 رجال. إيه مبسوط المعلم منيح والشباب منيح كمان الزبونات منيح. بورش ما في اشي بورش كمان صلحناها كنت عم تسوقها بنت فرش احمر السيارة كتير حلوة. والبنت حلوة. ما فينا نروح على المدرسة بس بقرا بالجريدة مع انه ما فيها شيء وبلعب كلمات متقاطعة وهيدي تبع الأرقام بتعرفها؟ بحب ألعب باسكت وأوقات ما بيكون في عشاء بنروح أنا والشباب نلعب نشوت شوي المعلم ركب لنا سلة. إيه عندي خي وأخت. أختي عمرها 9 سنين وخي عمره 7 بيروح على المدرسة. أنا عم بشتغل هون كرمال ساعد أمي ولأنه بيي قال لي إنه أنا رجال بيت. إيه أمي بتشتغل بماما العصير وشوي بتشتغل بالخياطة بالبيت. لا ما في حدا بس يعني اختي بتنطر خيي الصغير. من بعد ما توفى البابا بطل حدا يجي لعنا. ما بعرف بس بيي كان حاببني اصير حكيم بس انا بحب مثل مثل هول اللي على التلفزيون. كات شو اللي عم بيصير؟ شو هيك؟ عظيم يعني انا كنت عشوائي صدقتك. خيي تعال نرتاح. هذا تعال اللمبات بس تيجي دغري بتصور. تعال اللمبات.